السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا في هذه الحلقة الثانية من موضوع لا سي ان اس اس اللي غنتكلموا فيها على الناس اللي وصلهم يعني رقم تسجيل ديالهم او النيميرو ديماتريكولاسيون ديالهم او ديجا كان عندهم واحد النيميرو ديماتريكولاسيون ديالهم مع لا سي ان اس اس وكانوا انقطعوا عن العمل وداخلين في يعني في لورغانيزم دو ليزون. كما كتشوفوا هنايا هذا الاخ اللي معنا صديق ديالنا يعني هو كيشتغل معنا في قطاع سياره الاجره وكان ديجا يعني عنده لا سي ان اس اس كما كتشوفوا في عام 1993 وانقطع. المهم هو ديجا كاين في السيستم بالنمره ديال النمره ديال الايماتريكولاسيون ديالو اللي كتشوفوها الفوق. اذا ان شاء الله غنبداو الشرح ديالنا ونديروا لانسكريبسيون يعني في لا سي ان اس اس لهذا الشخص هذا ونخليكم مع هذا الشرح هذا يعني بالفيديو طريقه كيفيه انخراط بعد ما توصل بالرقم التسجيل ديالك او ديجا كان عندك رقم تسجيل وانقطعتي على لا سي ان اس اس. عاود من جديد كما كتشوفوا كندخلوا لجوجل كما كتشوفوا هذه البوابه ديال جوجل وكنمشيو كنكتبوا ما سي ان اس اس بوان ام ا. فاش كنكتبوا ما سي ان اس اس بوان ام ا كيخرج لنا كنمشيو كندخلوا ما سي ان اس اس بوان ام ا بورتاي اسيوري هذه اللي مكتوبه فيها بورتاي اسيوري كنكليكيو عليها كيتلو حنا لهاد لاباج هادي كما كتشوفوا هادي لاباج ديال ماسينيسيس.ma. بالنسبه حنا ديجا عندنا يعني النيميرو يعني دي ماتريكول ما غنمشيوش دوموندي غادي نمشيو كري ان كونط فين مكتوبه كري ان كونط. فاش كتكليكي على كري ان كونط كتشوف هادشي هادي هي لاباج اللي كتخرج لك فيها دي شون يعني خاصهم يعمروا منها رقم التسجيل رقم التعريف الوطني لا دات نيسون يعني تاريخ الازدياد يعني كاين شي حوايج غادي نعمرهم كما كتشوفوا هنا. يعني هنا درنا يعني رقم التسجيل ديالنا. من بعد غادي ندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي النمره ديال لاكارت ناسيونال سي ان تا هي كنكتبوها هنايا. من بعد كنمشيو للشون الثالث اللي هو تاريخ الازدياد كما كتشوفوا معنا هنا في الشاشه كنديروا تاريخ الازدياد السنه كنديرو من بعد الشهر ومن بعد كنديرو اليوم وكندوزو ليطاب الجايه اللي هي الايميل. الايميل ضروري خاصو يكون ايميل حد ضروري باش كتفيريفي لي زانفورماسيون ديالك ضروري خاصو يكون ايميل ماشي يعني تكذب فيه ولا شي حاجه خاصو يكون الايميل ديالك كدير الايميل ديالك وكتكون عاود تكونفيرميه وضروري خاصو يكون ايميل صالح يعني ديالك نيت كدي كما قلنا كنديرو وكنعاودو نكونفيرميو الايميل ديالنا. من بعد كنديرو النيميرو تليفون كما كتشوفوا كنديرو النيميرو تليفون ديالنا. انا هادشي كامل عندي لي دوني كالمعطيات كندير لهم كوبي كولي نتوما غدخلهم حيت عارفين داكشي ديالكم. المهم كديروا النيميرو كتمشيو اخر ايطاب هي الكابتشا. هاد الكابتشا هادي اللي مكتوبه تما ضروري خاصكم تكتبوها لي مينيسكيل تكتب مينيسكيل لي ماجيسكيل تكتب ماجيسكيل الا ما كتبتيهاش اكزاكت كما هي راه ما غدوش غيعطيك ايرور في الكابتشا. ضروري اللي حرف صغير تكتبو صغير اللي كبير تكتبو كبير والارقام هما هما. من بعد كدير جيلي ايجاكسيبت يعني ضروري تكوشي هذيك تكوشيها ومن بعد غادي دير اونفوي. هنا تيقول لك يخرج لك هذا الميساج هذا زعما باش تفيريفي لي زانفورماسيون ديالك الايميل نمره التليفون وداكشي واش حطيتي اكزاكت. ومن بعد كتورك على اوكي ديالك كما غادي تشوفوا معنا هنايا تورك على اوكي ودير اونفوي. من بعد اونفوي كتخرج لك هذه اللي فيها بالزرق باهت فيها لادريس ديالك تما فين غيوصلك المود باس ديالك ان شاء الله بلي غتولي تكونيكتا بيه غيوصلك في لادريس ديالك كما كتشوفوا هنايا راه مكتوبه غتلقى العنوان ديالك وغيقول لك راه بان داكشي غيوصلك في البوسطه ان شاء الله يعني برا غتوصلك فيها المود باس ديالك كتكليك على كونفيرمي كيخرج لك هذا الميساج هذا ميساج بالنجاح بان الانسكريبسيون ديالك دازت بنجاح. ونتمنى نكونوا بهذا الشرح هذا يعني شرحنا لكم جميع المراحل باش دير لانسكريبسيون ديالك الا كنتي عندك النيميرو ديال الايماتريكولاسيون يعني رقم التسجيل في لا سي ان اس اس يعني كان عندك من شحال هادي او يلا خديتي رقم التسجيل ديالك. وهذا الشيء كامل يعني هذا الشيء الشرح هذا يعني شرحناه للناس اللي داخلين في المنظومه
او النظام ديال سي بي يو، يعني المساهمه المهنيه الموحده. وما تنساوش خليو شي كومونتير وجيم وسبسكرايب للناس باش يبقاو يوصلهم الجديد ديالنا، وتحيه للجميع.